يحاولون إخلاء المكان بالأكمل، لا يرغبون بأي تجمهر أو احتشاد للفلسطينيين أو حتى أداء الصلاة في هذا المكان التاريخي الرمز لمدينة القدس. يعني في هذه الأثناء أيضا ترينا والصورة بالتأكيد أبلغ محاولة الاعتداء على الفتيات الصغار، يعني هي لا ترفع أي كلمة، هي مجرد جلوسها يستفز هذه المجندة الإسرائيلية. الأطفال أيضا يتعرضون للضرب، النساء يتعرضون للضرب، يعني لربما الأوضاع تأخذ بالآخذة بالتصعيد. الآن الأوضاع تأخذ بالتصعيد لمجرد اعتداء الفتاة على المجندة. Is that how it works?